بسم الله والصلاة والسلام على سيد رسول الله. إن شاء الله في هذه المحاضرة رح نشرح عن الهيستولوجي of the skin. بداية السكن هو the largest organ in the body وبشكل حوالي 20% من total body weight. يعني لو إنسان وزنه 100 كيلو فوزن السكن عنده تقريبا 20 كيلو. والسيرفس اريا حوالي مترين مربع 2 متر مربع. Also called the cutaneous layer أو الانتجمنت. هاي يعني أسماء أخرى للسكين ممكن نعبر عنه إنه cutaneous layer أو الانتجمنت الغلاف اللي بغلف الجسم. It's the boundary between the internal and external environment of the body. هو الحد اللي بيفصل ما بين الانترنال انفايرومنت اللي الخلايا جسمنا عايشة فيها والاكسترنال انفايرومنت المحيط اللي حوالينا. هو مكون من إبيديرمس وديرمس. عندنا طبقتين، طبقة نسميها الإبيديرمس يعني فوق الديرمس إبيديرمس، وطبقة اللي تحتها اللي نسميها الديرمس، وتحتهم في عندي فاتي لاير أحيانا نسميها هايبوديرمس اللي تحت الديرمس أو السبكوتينيوس لاير. سبكوتينيوس لاير بتربط السكين مع التيشيوز اللي تحتها. في عندي كمان ستركتشرز راح نتكلم عنهم خلال المحاضرة، ممكن ألاقيهم زي السنسوري أورغانز، ممكن سموث مسل نسميها أريكتور بيلاري مسل، هير، نيلز، سابيشيس وسويت جلاند، ماماري جلاند، كلها هاي شغلات ممكن إني ألاقيها. طبعا حطلنا بين أقواس إنه هي من الإبيديرمس، مشتقات مشتقينها من الإبيديرمس، وحي يجي معنا هذا الحكي بالتفصيل خلال المحاضرة. هاي مثل ما احنا شايفين في عنا هون طبقة الإبيديرمس وفي عنا طبقة الديرمس تحتيها، وتحتيها سبكوتينيوس او الهايبو ديرمس لاير، وهي كليات الجلاندز والبلاد فيسلز اللي راح نتكلم عنهم خلال المحاضره. طيب شو الفانكشن اوف ذا سكن؟ بدايه في عندنا مجموعه وظائف بيقوم فيها السكن. اول وظيفه هي البروتكتيف فانكشن، بيشتغل كفيزيكال بارير، شيء بيعيق اي ستريس ثيرمال او ميكانيكال او هارمفل سبستانس، يعني ماده انها تدخل او تسيء يعني تضر الجسم بمنعها. وبعمل بروتكشن اجينست مايكرو اورجانيزمز. اكيد بنعرف كلياتنا انه البكتيريا يعني اي جرح معرض لالتهاب بكتيري. ليش؟ لانه السكن انت يعني انتجريتي او سلامه طبقه السكن انجرحت، فبالتالي الانسان بصير عرضه للالتهابات وللعدوى. كمان عندنا بروتكشن اجينست الالترا فايولت لايت، اليو في لايت مثل ما بنعرف السكن لها وظيفة انها تحمي جسمك منه، هي اللي بتستقبل هاي الاشعة الموجودة في الشمس وهي اللي بتصدها وبتحميك منها. وprevent the excessive loss of water من خلال السكن، مثل ما راح يجي معانا لاحقا انه في وظيفة احد وظائف السكن انه يمنع انك تخسر ووتر excessively. يعني انت بتخسر ووتر اوكي، بس بكميات محسوبة ومعقولة، مش انك تضلك بحاجة لشرب مي بشكل دائم. هون بحكي لنا انه السكن فيها ليبيد ريتش لاير ميك ات سيلكتيفلي بيرميابل ممبرين. هذا اللي كنا نحكي عنه انه السكن هي سيلكتيفلي بيرميابل ممبرين، تسمح بمرور اللايبوفيليك سبستانسز. مثلا لو درج كريم او اشي بدي ادهنه على جلدي من خلال السكن ممكن يعدي، لكن بتمنع الووتر لوس. هذا الحكي بسمح انه الحياة يعني تنتقل وتصير قابلة للحياة على الارض. لولا هذا الحكي كان احنا اضطرينا ان نظل مغمورين في برك المي، ما قدرنا انه نطلع ونمشي في الارض براحتنا، ويعني بدون ما نحتاج انه نكون مغمورين في المي طول الوقت. بدون هاي الفانكشن الاورجانيزم must spend a lot of time submerged in water. مثل ما احنا قلنا لازم الانسان يظل مغمور في المي لولا انه ربنا انعم عليه بطبقة السكن. لذلك راح نشوف انه لما نداوم مثلا جراحة او لما نداوم في المستشفيات عموما، انه لو شخص تعرض لحروق بدرجة كبيرة، اهم اشي عندي اني اعوضه عن السوائل اللي راح يفقدها. لذلك راح نعطيه كميات كبيره من الاي في فلويدز. ثاني فانكشن، اذا اول فانكشن حكينا عنها هي البروتكتيف، ثاني فانكشن هي السنسوري فانكشن.
هو السكين اكيد احنا بنعرف انه الانسان من خلال جلده السنسيشنز كلياتها ممكن توصله، ميكانيكال سنسيشن، ثيرمال حراره او بين الم، كلياته هذا بحس فيه من خلال الجلد. وفي عندنا ثيرمو ريجوليتوري فانكشن اللي هي بتنظم حراره الجسم من خلال عده اشياء. اولا الانزوليشن بتعمل طبقه عازله بتعزل وبتقلل فقدان الحراره. وفي عندنا السويتنج، برضو السويتنج احد الميكانيزمات اللي يستخدمها الجسم حتى يعمل ثيرمو ريجوليشن. انت لما الجسم يحمى مثلا خلال الاكسرسايز الجسم بيزيد افرازه للعرق حتى انه يعني الجسم يبرد وتنخفض الحراره. كمان في عندنا شيء نسميه سوبرفيشال فاسكولاتشر. على السوبرفيشال لير اوف سكن في عندنا يعني أوعية دموية ممكن أتحكم من خلالها إنه يا إما أوسعها يا إما أضيقها حسب الجو المحيط فيه. فمثلا إذا الجو شوب فأنا بحاجة إني أفقد الحرارة هاي فبتتوسع هاي الأوعية، لذلك بتلاقي إنه الجلد صار أحمر أحيانا في الشوب. وعند البرد بتنقبض هاي الأوعية الدموية فبصفرن الإنسان وبصير باهت اللون حتى ما يفقد حرارة كثير. هاي ثالث فانكشن هي الثيرمو ريجوليتوري فانكشن. رابعا هو الميتابوليك فانكشن. راح نعرف انه الفيتامين دي 3 من خلال اليوفي لايت، اذا اليوفي لايت احنا كنا نحكي انه هو الجلد بحمينا من مضار اليوفي لايت، لكن برضه راح نعرف انه في فوائد لليوفي لايت. من خلال اليوفي لايت السكن بتعمل ميتابوليزم وبتكون لنا الدي 3 فيتامين. كمان راح الاكسس الكترولايتس الموجوده في الجسم ممكن اتخلص منها من خلال السويت، من خلال العرق، العرق بيطلع فيه املاح. كمان احد الميتابوليك فانكشنز هو الستورج اوف انرجي از فات في السبكوتينيوس لاير. مثل ما بنعرف اكيد السبكوتينيوس لاير مليانه فات، ممكن انه الجسم يخزن فيها دهون. طيب احنا تكلمنا قلنا انه في عندي ديرمس وفي عندي ابيديرمس. الان الابيديرمس هي بتتكون من ستراتيفايد سكويموس كيراتينايزد ابيثيليوم. اذا نوع الابيثيليوم ستراتيفايد سكويموس وكيراتينايزد، فورم مينلي اوف ابيثيليال سيل كولد كيراتينوسايتس. اذا الخلايا الابيثيليال سيلز الموجوده في الابيديرمس راح اسميها الكيراتينوسايت. اكيد بما ان احنا حكينا انها استراتيفايد فهي ارينجد ان ستراتا او لايرز، مش سيمبل يعني وان لاير، و كونكتد وذ ايتش اذر باي ديزموزوم. ديزموزوم مصطلح معناه زوم يعني بادي او جسم، وديزموزوم يعني الجسم رابط، وظيفته انه يربط بين الخلايا بينها وبين بعض. الخلايا بتعمل جانكشن بينها وبين بعض من خلال الديزموزوم. في عندنا كمان خلايا أخرى غير الإبيثيليوم اللي تكلمنا عنه، في عندنا خلايا ممكن ألاقيها في الإبيديرمس زي الميلانوسايتس اللي بتفرز للميلانين. مثل ما بنعرف الميلانين المسؤول عن لون البشرة أو المسؤول الرئيسي عن لون البشرة. خلينا نحكي في عندي الميركل سيلز واللانجرهان سيلز، كلها راح يجي معانا وراح نحكي عنه لقدام. هيستولوجيكالي السكين ممكن أقسمها إلى thin أو thick skin بناء على ايش؟ بناء على الثيكنس اوف ذا ابيديرمس. فاذا انا لما اجي اوصف سكن في منطقه معينه من البادي واقول انه هاي السكن هي ثين سكن او ثيك سكن، فانا بوصف الابيديرمس مش التوتال ثيكنس اوف ذا سكن. على سبيل المثال في البالمز والسولز عندنا ثيك سكن وذ ا ماتش ثيكر ابيديرمس، مكونه من 5 طبقات، بينما في بقية أجزاء الجسم في عنا thin skin. ليش؟ لأنه الإبيديرمس هناك thinner. إذن الإبيديرمس كانت thinner فوصفنا السكن إنها thin skin مكونة من 4 طبقات فقط. في عنا إشي ثاني اللي هو بنسميه total skin thickness. total skin thickness total skin thickness بيعتمد على الابيديرمس والابيديرمس، وهو thickest at the back و thinnest في الايليتس. تمام. اذا مثل ما احنا بنشوف هون طبقة الابيديرمس وطبقة الديرمس،
هاي الطبقات اللي بتكون كل طبقة مثل ما احنا شايفين، هاي الديرمس وهاي الإبيديرمس، ورح نحكي عن الطبقات بالتدريج. طيب الإبيديرمس مكونة من 5 طبقات في بعض الأماكن ومن 4 طبقات في أماكن أخرى. خلينا نتكلم عن هاي الطبقات طبقة طبقة. أول طبقة هي الستراتم بيزالي، اللي هي الطبقة الموجودة at the base، يعني فوق البيزمنت ممبرين مباشرة مثل ما احنا شايفين هون على السهم. هاي الطبقة بنسميها استراتم بيزالي، هي الديبست لاير مباشرة فوق البيزل لامينا، مكونة من سنجل لاير اوف بيزوفيليك كيوبويدال سيلز. اذا مثل ما احنا شايفين كيوبويدال الخلايا وبيزوفيليك وطبقة واحدة يعني سنجل لاير. هاي الخلايا مشبوكة في البيزل لامينا عن طريق شيء نسميه الهيمي ديزموزوم. هيمي ديزموزوم يعني نص ديزموزوم. احنا قلنا انه الديزموزوم معناها جسم رابط يربط بين الخلايا بينها وبين بعض، لكن هاي الخلايا لما تشبك مش مع الخلايا الاخرى، لما تشبك مع البيسمنت ممبرين اللي تحتيها بتشبك بشيء نسميه هيمي ديزموزوم، بينما لما تشبك مع الكيراتينوسايت هاي الابيثيليال سيلز اللي فوقيها او اللي جنبيها يعني بتشبك بشيء بنسميه الديزموزوم. هاي الخلايا هايلي مايتوتيك، يعني بتنقسم بشكل كبير، وهي تعتبر البروجينيتور سيلز اوف اول ابيديرمال لايرز. يعني حتى نفس الصوره، احنا في عندنا طبقه تحت بنسميها الستراتم بيزالي، هاي السهم بيأشر عليها، هاي هايلي مايتوتيك بتصير فيها مايتوسيس بشكل سريع جدا، وبتظل كل خلية بتنقسم بتصير تطلع لفوق وبتصير جزء من الخلايا اللي فوقيها. فهي كل الخلايا اللي فوقيها هي في الأصل في لحظة من لحظات حياتها هاي الخلايا اللي فوق كانت تحت جزء من الستراتم بيزالي. مثل ما حكينا cells are highly mitotic وهم يعتبروا البروجينيتور cells of all epidermal layer. As these keratinocytes mature they migrate upwards، يعني كل ما الخلية تقدمت في العمر بتطلع وبتهاجر للسطح، سطح الجلد مثل ما احنا شايفين بتطلع لفوق. قبل ما يوصلوا طبعا السيرفس هناك بصير لهم شيدنج، يعني بتسقط هاي الخلايا، ويعني هاي الدورة او يعني حتى اني اجدد هاي الخلايا بحتاج من 15 الى 30 يوم، بحتاج من 15 الى 30 يوم حتى اني اجدد هاي الخلايا. كاركترستيك انترميديت فيلمنت كولد كيراتين از فاوند ان اول كيراتينوسايتس، هاي كلها الخلايا الابيثيليال سيلز اللي حكينا عنها الموجوده في الابيديرمس كلها هاي بنسميها كيراتينوسايت. ليش سميناها كيراتينوسايت؟ لانه في عندي نوع من الفيلمنتس كاركترستيك لها اللي هو اسمه الكيراتين، واكيد كلياتنا سمعنا عن الكيراتين. هاي الصوره انا حطيتها حتى اوضح الديزموزوم والهيميديزموزوم. مثل ما احنا شايفين الخلايا بينها وبين بعض بتشبك بديزموزوم، بينما تحت لما تشبك مع البيزا اللامينا بتشبك بهيميديزموزوم نص ديزموزوم. طيب الطبقة الأولى إذن كانت الستراتم بيزالي، الطبقة اللي بعديها الآن هي الستراتم سباينوزم. استراتم سباينوزم يعني لو بدنا نترجمها حرفيا بدنا نترجمها للطبقة الشائكة، فيها زي أشواك، أو بالأحرى رح يجي معانا شو سبب التسمية. لكن لما نيجي نحضرها، لو بدنا نطلع على هاي الصورة، لما نيجي نحضرها ونحطها تحت اللايت مايكروسكوب بصير فيها شرينكج، يعني بتنقبض هاي الخلايا وما بيظل منها غير هاي الأشواك اللي طالعة منها. لذلك لما شافوها تحت المجهر وصفوها وقالوا إنه استراتم سباينوزم فقط، هذا هو سبب التسمية. حتى نتذكر سبب التسمية، هي thick epidermal layer، it's thicker في إيش؟ في thick skin. لما أقول إنه في عندي thick skin رح ألاقي الستراتم سباينوزم thicker، formed of polyhedral cells active in keratin synthesis، مكونة من وجوه متعددة الأوجه، من خلايا متعددة الأوجه، يعني زي البلورة زي الألماسة في لها أكثر من وجه وكلها شابكة على كل الوجوه بالخلايا المحيطة فيها. هاي معنى polyhedral cells، وأيضا بتعمل كيراتين synthesis. The cells close to the stratum basale are also mitotically active and together بنسميهم
stratum germi nativum. خلينا نفهم هاي المعلومة إنه مش بس السيلز الموجودين في الستراتم بيزالي هم مايتوتيكلي أكتيف، وإنما برضو أيضا الخلايا من طبقة السباينوزم القريبة من البيزالي أيضا مايتوتيكلي أكتيف، ومنسميهم مع بعض ستراتم جيرمي ناتيفم. جيرمي ناتيفم من الجيرم، يعني الخلايا اللي راح تنبت منها بقية الخلايا. ستراتم جيرمي ناتيفم. كيراتين فيلمنتس become thick tonofibrils attached to desmosomes. هاي الصورة بتوضح لنا، هاي الكيراتين فيلمنتس بيصيروا tonofilaments وبتثبتوا بالديزموزوم اللي تكلمنا عنه اللي بربط ما بين الخلايا مثل ما احنا شايفين هون. When the tissue is prepared، لما نعمل preparation حتى نطلع على التيشيو تحت اللايت مايكروسكوب، السيلز راح يصير لهم شرينكج مثل ما حكينا، وهاي الديزموزوم والتونوفيبرلز راح يظهروا على شكل سباينز على السيرفس اوف ذا سيلز، لذلك سميناها ستراتم سباينوزم. هذا سبب تسميتنا لها بستراتم سباينوزم، انه راح يصير شرينكج باستثناء الفيلمنتس الموجوده هون، التونوفيلمنتس والديزموزومز هذول راح يظلهم بارزات، فراح يبينوا على شكل سباينز موجودين على سطح هاي الخلايا او على اسطح هاي الخلايا. The spines of the stratum spinosum at the left. يعني استخدمنا اللايت مايكروسكوب في هاي الصورة هون، وعلى الرايت صورة بالإلكترون مايكروسكوب. لاحظوا بالإلكترون مايكروسكوب في عندي تونو فيبرلز موجودة في هاي السباين اللي طالعة، في عندي فيبرلز طالعين وشاكين في الديزموزوم. الطبقة اللي بعديها بنسميها الستراتم جرانيولوزم، مكونة من 3 إلى 5 طبقات من الخلايا. هاي الطبقة اللي شايفينها هون ستراتم جرانيولوزم، والاسم مش محتاج اني اترجم. ستراتم جرانيولوزم فيها جرانيولز، وفيها بالتحديد عندي 2 تايبس اوف جرانيولز، نوعين من انواع الجرانيولز، نوع بنسميه كيراتو هايلاين جرانيولز ونوع بنسميه اللاميلر جرانيولز. الكيراتو هايلاين جرانيولز المكون الأساسي هو الكيراتين وتونو فيلمنتس اسوسييتد وذ بروتينز، بينما في اللاميلر جرانيولز راح ألاقي ليبيدز، وهاي معلومة مهمة. إذا في اللاميلر طبقات، يعني سبحان يعني حتى نتذكر لاميلر يعني طبقي، وفعلا هذا شكل الليبيدز، الليبيدز بتجمعوا فوق بعض على شكل طبقات. أيضا مقارنة أخرى ما بين النوعين من الجرانيولز اللي راح ألاقيهم، في عندي اللاميلر جرانيولز الليبيدز، مثل ما بتعرفوا الليبيدز ما بيقدروا داخل السيتوبلازم، السيتوبلازم مكون من ووتر، فبالتالي هم لازم يكونوا داخل ممبرين، فهما ممبرينس، بينما الكيراتو هايلاين جرانيولز نون ممبرينس، ما في ممبرين محيط فيهم، هم مجرد جرانيولز موجودين في السيتوبلازم. وأيضا بيظلوا داخل السيتوبلازم. النقطة الثالثة اللي نعرفها إنهم هم راح يظلوا داخل الخلايا، احنا قلنا هم كيراتين والكيراتين هذا بدي يظل داخل الخلايا inside the cell، بينما اللاميلر جرانيولز اللي هي مكونة من ليبيدز ومحاطة بميمبرينز راح يعني نعملها ريليز للأوتسايد اوف ذا سيل. آخر شيء بدنا نقارن بينهم إنه الكيراتو هايلاين جرانيولز appear as basophilic structure under the light microscope، بينما اللاميلر راح ألاقيها oval structure with several lamellae under the electron microscope. إذا أنا بحتاج الإلكترون مايكروسكوب حتى أشوفها، وبشوفها على شكل طبقات، لذلك سميناها لاميلر. هاي الصورة بتوضح كيف الكيراتو هايلاين جرانيولز موجودة، هيها السودة، واللاميلر بوديز يعني لو استخدمنا الالكترون مايكروسكوب راح نلاقيه على شكل طبقات. هاي الستراتم جرانيولوزم اللي نحكي عنها، وهاي انواع الجرانيولز اللي راح الاقيها داخلها. طيب هاي الصوره بتوضح لنا، ممتازه هاي الصوره بتوضح لنا عمليه الريليز لللاميلر جرانيولز، مصفطات على شكل طبقات، احنا قاعدين بنعملهم ريليز اوتسايد ذا سيل، الممبرين قاعدين بنطلعهم outside. The lipids of the lamellar granules are released to the outside by the exocytosis. هاي العملية اللي هي الإكسوسيتوسيس
وبملوا الانتر سيلولر سبيس بالليبيد. اذا الانتر سيلولر سبيس راح الاقيه مليان ليبيد اللي نتيجه الاكسوسايتوسيس اللي عملته هاي الخلايا. هذا هو تحديدا هو اللي بسبب لي انه في عندي هايدروفوبيك بارير بمنع الووتر لوس. هذا سبب رئيسي في انه السكن تقوم بفانكشن مهمه جدا هي انها تمنع الووتر لوس، انه في طبقه ليبيد على سطح هاي السكن افرزتها هاي الخلايا من خلال اللاميلر جرانيولز. الطبقه اللي بعديها نتكلم عنها هي الستراتم لوسيدم. لوسيدم معناها الشفاف، الطبقه الشفافه، هي ترانسلوسنت لاير ممكن الاقيها فقط في الثيك سكن. احنا قلنا الثيك سكن مكونه من الابيديرمس، فيها مكونه من 5 طبقات، بينما الثين سكن مكونه فقط من 4 طبقات. وهاي هي الطبقه اللي بتفرق ما بين الثين والثيك سكن. ايش راح الاقي؟ راح الاقي ايزونوفيليك سكويموس سيلز وبدون اي نيوكليي او اورجانيلز داخلها، فقط مجرد خلايا وفيها سيتوبلازم وكيراتين جواها فقط، ما فيها اي نيوكليي او اورجانيلز، فقط سيتوبلازم وكيراتين. وقلنا عشان هيك احنا اصلا بشوفها لوسيدم او شفافه. اخر طبقه هي الستراتم كورنيوم. ستراتم كورنيوم، كورنيوم يعني قرنيه، يعني زي كيف القرن قرون الحيوانات هيك جافة وصلبة، هي الموست سوبرفيشال لاير وثيكر في الثيك سكن. أيضا هاي الطبقة راح ألاقيها في الثيك سكن، راح ألاقيها ثيكر، مكونة من حوالي 15-20 طبقة من السكويموس سيلز، بسميهم سكويمز. إذا هاي السيلز بسميهم سكويمز. هاي الخلايا هي فقط مجرد سيل ممبرين معبى كيراتين فقط لا غير. اذا هاي هي اللي هي المرحلة النهائية من دورة حياة هاي الخلايا، بدت تحت في البيس في الستراتم بيزالي، ظلت تطلع لفوق قبل ما صارت جزء من الستراتم كورنيوم، وفي هاي اللحظة كل اللي كان ضايل فيها فقط عبارة عن شوية كيراتين. هاي السيلز the cells of the deeper layers of the stratum corneum are surrounded by the lipid rich barrier and the most superficial cells are continuously shed. إذن superficial يعني بصير لهم shedding، والديب أكثر خلايا ديب من هاي الطبقة من الكورنيوم راح يوصلها lipids وتكون محاطة بالlipid barrier. هاي الصورة بتوضح لنا ايش نسميه الكاليسز. هي الكاليسز باختصار هي اريا صار لها ثيكنينج في احد طبقات الابيديرمس، وتحديدا في طبقه الستراتم كورنيوم. الصناعيه العمال اللي بيستخدموا ايديهم في كثير وبصير فيها فريكشن او احتكاك كثير ممكن الاقيها عندهم، ويعني ممكن عند الطلاب الاقيها لانهم بيستخدموا القلم ممكن الاقيها في هذا الموقع. ايش في كمان سيلز ممكن تلاقيهم في طبقة الابيديرمس؟ في عندي الميلانوسايت، وفي عندي اللانجرهانس سيلز والنيكل سيلز، كلياتهم راح نيجي نتكلم عنهم. الميلانوسايت، الميلانوسايت اصلهم من النيورال كريست. اذا بتتذكروا في الامبريولوجي تذكير سريع شو هو النيورال كريست، هاي لما صار فولدينج تكون النيورال تيوب والنيورال كريست تكون. هاي الخلايا هي اللي راح تهاجر على السكن وتكون لي الميلانو سايت. اذا هما نيورال كريست ديرايفد، راح الاقيهم في الستراتم بيزالي وفي الهير فوليكلز، وبينتجوا لي البيجمنت الشهيره اللي نسميها الميلانين اللي مسؤوله عن لون الجلد ولون الشعر. The pale staining cell body is found between the keratinocytes of the stratum basale but is not attached to them. The cell body however is attached to the basal lamina by hemidesmosome. هاي الصورة بتوضح لنا موجود هاي الستراتم بيزالي، الطبقة القاعدية تحت في القاعدة ستراتم بيزالي، السيل بادي موجود بينها لكن هو مش ثابت فيها وإنما مثبت في البيزمنت ممبرين تحت عن طريق الهيميديزموزوم.
السيتوبلازم contains mitochondria, rough endoplasmic reticulum و Golgi apparatus. هاي كلها دلالة انه قاعد الخلية نشطة وبتفرز لي الميلانين بكثافة. Several processes of the cell body راح الاقيها بتعمل extension ما بين cells of stratum basale و spinosum. هاي الصورة بتوضح لنا وتختصر علينا cell body زي ما حكينا جاي ما بين الستراتم بيزالي، لكن البروسيسز هاي بتعمل اكستنشن ما بين الخلايا اوف ستراتم سباينوزم اند ستراتم بيزالي. الميلانين انسايد ميلانوسايت از ستورد ان جرانيولز بنسميهم ميلانوزومز. اذا الجرانيولز اللي بيخزنوا الميلانين بنسميهم ميلانوزومز. بصير لهم ترانسبورتيشن للبروسيسز او للاطراف. اذا السيل بادي بينتج وبحطهم في جرانيولز وبرسلهم إلى الأطراف. The tips of these processes are engulfed by keratinocytes and the melanosomes form a supranuclear cap حتى تعمل protection على DNA. هسا هذا الحكي راح نشرحه. شو اللي بصير؟ اللي بصير مثل ما حكينا عندنا السيل بادي كون هاي الميلانين وعبها بجرانيولز وأرسلها باتجاه الأطراف. Tips of these processes بصير لها engulfment مثل ما احنا شايفين هاي الخلايا عاملة engulfment بالعة جزء من البروسيسز بالميلانين اللي فيها. هذا الميلانين بيعمل كفري على النيوكلياي وبيحمي النيوكلياي من انه يصير لها اي دمج من خلال اليو في لايت. يعني احنا قاعدين نتعرض ليو في لايت يوميا، لكن الدي ان اي مش يوم يعني مش يعني ما بصير له الدمج الكبير. ليش؟ لانه الميلانين في عندي كاب او طاقية مغطي على النيوكلياي وحاميتها. هاي الطاقية من وين اجت؟ من الميلانوسايت. فاذا بدنا نعرف انه الميلانين انتج في الميلانوسايت، لكن هو بيقوم بوظيفته ودوره وبيحمي النيوكلياي في بقية الخلايا مش في الميلانوسايت. Although produced by melanocytes, there is more melanin in keratinocyte than in melanocyte. إذن لو أجي أطلع على الكيراتينوسايت راح ألاقي فيها ميلانين أكثر من الميلانوسايت ذات نفسها. ليش؟ مثل ما حكينا إنه صار له engulfment في الخلايا حتى يحمي الDNA. A melanocyte and its associated keratinocytes form an epidermal melanin unit. إذن الميلانوسايت والكيراتينوسايت اللي حواليها اللي هي مسؤولة عن حمايتهم كلياتها هاي بنسميها one unit، بنسميها epidermal melanin unit. Density of these units is the same in all individuals. يعني شو الفرق بين الشخص الأفريقي الأسود والشخص القوقازي الأبيض؟ هو مش بكثافة هاي الوحدات. يعني لو أنا جبت سنتيمتر مربع من السكن وعديت كم عدد الميلانوسايت مقارنة بعدد الكيراتينوسايت راح ألاقيه the same in all people سواء كانوا black or white. لكن اللي بفرق هو ال rate وال amount of production of melanin. فالشخص الأسود عنده بنتج الميلانين ب rate و amount أكبر من الشخص الأبيض، لذلك راح ألاقي الصبغة عنده موجودة بشكل أكبر. Color of the skin is the result of several factors. هذا الحكي يعني أشرنا له في البداية إنه color of the skin مش نتيجة عامل واحد هو الميلانين. الميلانين أحد العوامل وليس هو كل العوامل. بقية العوامل تشمل على سبيل المثال الميلانين pigment، الكاروتين pigment كمان صبغة أخرى كاروتين pigment، والبلد الموجود في الفيسلز. لو شخص الفاسكولاتشر عالية في السكن عنده ممكن بيختلف عن شخص آخر، فكمية البلد الموجود في السكن بتلعب دور في تحديد لون البشرة. حتى نفس الشخص ممكن زي ما حكينا أنا في البرد غير عني في الشوب لون بشرتي. طيب أول خلية تكلمنا عنها كانت الميلانوسايت. خلية ثانية بنتكلم عنها أيضا موجودة هي اللانجرهانز سيلز. لانجرهانز عالم ألماني يعني هو اللي وصف هاي الخلايا، وبرضه يعني وصف خلايا شهيرة في البنكرياس اللي هي يعني islets of Langerhans. يعني ممكن سمعتوا عنها.
عموما مش موضوعنا. اللانجرهانز سيلز هاي الصورة بتوضح لنا وتشير لها بالسهم، هي انتيجين بريزنتينج سيلز راح ألاقيها مينلي في الستراتم سباينوزم، وبروسيسز منها تمتد ما بين الكيراتينو سايتس. إذن هي انتيجين بريزنتينج سيلز، إذن يعني الانتيجين راح يصير له بريزنتيشن، راح تعرض هذا الانتيجين على السيرفس، حتى الليمفوسايتس خلايا المناعة تعمل دورها بالمناعة. إذن هي اللانجرهانز سيلز هي انتيجين بريزنتينج سيلز بتساعد الليمفوسايتس. كمان الخلايا اللي بنسميها الميركل سيلز هي عبارة عن ميكانو ريسبتورز فور لايت تاتش، اي لايت تاتش من خلال السكن، هي ميكانو ريسبتور تستقبل هذا الميكانيكال تشينج اللي صار حواليها. الخلايا اللي بنسميها الميركل سيلز موست اباندنت طبعا اكيد راح الاقيها في الفينجر تيبس، في رؤوس اصابع راح الاقيها بشكل اكبر واكثر. ليش؟ لانه هاي الوظيفه الاساسيه للفينجر تيبس انها تكون دقيقه في اللايت تاتش. موجوده ما بين السيلز اوف ستراتم بيزالي ايضا، مثل ما احنا شايفين هون هاي السهم بيأشر عليها، ما بين الستراتم بيزالي سيلز، cell body and process attached to adjacent cells by desmosomes. هاي يعني محاطة يعني مثبتة بالخلايا اللي حواليها باستخدام الديزموزوم. لكن إذا بتتذكروا الميلانوسايت كنا نحكي عنها إنها مش مثبتة مع اللي حواليها بالديزموزومز، وإنما مع البيزا اللامنة بالهيمي ديزموزوم فقط، مع البيزا اللامنة اللي تحتها. لكن الميركل سيل تختلف. السيتوبلازم contains neurosecretory granules. البيزل سيرفيس is in contact with the expanded terminal of an unmyelinated nerve. شو الفكرة؟ الخلية عبارة عن ميكانو ريسبتور، وفي داخلها granules بيحتووا على neurological transmitters داخل granules، وفي عندي unmyelinated nerve fiber بيمتد من البيس of the cell. مثل ما احنا شايفين هاي الخلية وهاي النيرف فايبر. هاي الصورة بس وضح لي الابيديرمس استراتن كورنيوم جرانيولا، وهاي الصورة بتوضح لي الخلايا البقية، هاي الميلانوسايت وهاي الميركل سيل. الثنتين مثل ما احنا شايفين جايات ما بين خلايا البيزل استراتن بيزال، وهاي طبعا اللانجرهانز سيل المسؤولة عن تعمل انتيجين بريزنتينج. هاي الصورة على سبيل المثال بتوضح، عملت لايت تاتش، في عندي هاي الخلايا الميركل سيلز ميكانو ريسبتور استقبلت هاي الحركة ونقلتها من خلال النيرف فايبر او النيورو ترانزميتر للنيرف فايبر. الان نتكلم عن شيء نسميه ديرمال ايبيديرمال جنكشن. يعني المنطقة اللي بتشبك الديرمس بالإبيديرمس. A basement membrane is found between the epidermis and dermis. أكيد في basement membrane ما بينهم. والهيمي ديزموزومز attach the stratum basali of the epidermis to this membrane. اتفقنا إنه في عندي هيمي ديزموزوم بتثبت الستراتم بيزالي اللي هي طبقة البيس of epidermis اللي حكينا عنها لهذا الممبرين. بالمقابل في عندي كولاجين انكرينج فيبرلز اتاتش ذا ديرمس تو، يعني هذا البيز ممبرين برضو في عندي كولاجين فايبرز بتثبت لي الديرمس اللي تحتها في هذا البيز ممبرين. ذا سيرفيس اوف ذا ديرمس ان كونتاكت وذ ذا ايبيديرمس از ايريجولار وذ سيفرال ديرمال بروجكشنز بنسميهم ديرمال بابيلي. الفكره باختصار انه عندي الايبيديرمس وتحتي الديرمس، السيرفس اللي بيلتقوا فيه هو مش ستريت سيرفس مستوي اني يقدروا يقابلوا بعض بشكل مستوي كاني حاطط ورقتين فوق بعض، وانما في عندي زي الليجو او البازل ما بينهم، في عندي طلوع ونزول. فالإبيديرمس فيها ريدجز والديرمس فيها بابيلي، فيها بروزات نسميها ديرمال بابيلي، والإبيديرمس فيها خديد نسميهم الإبيديرمال ريدجز حتى يدخلوا في بعض ويكملوا بعض.
بيعمل انتر ديجيتيتنج مع بعض حتى يعني يثبتوا يكون ثبات عالي. هذا الانتر ديجيتيشن very prominent in thick skin، يعني رح ألاقي في الأصابع على سبيل المثال، وبالتالي رح ألاقي منعكس حتى على السيرفيس اوف سكين على شكل أخاديد وجروفز اللي هي الفينجر برينتس. يعني هذا الانتر ديجيتيشن ما بين الديرمس والإبيديرمس في الثيك سكين، يعني على سبيل المثال في رؤوس الأصابع، بيكون جدا واضح وكثير في تعرجات وطلوع ونزول، وبتنعكس على سطح السكين. لو طلعنا كل واحد طلع على أصبعه راح يلاقي بصمة أصبعه واضحة. ليش؟ يعني إذن هذا هو سبب تكون الفينجر برينت. شو وظيفة هذا الترهيب اللي مسميه جيكسو لايك إبيديرمال ريجيد؟ جيكسو يعني زي البازل، هاي جيكسو بازل. الإبيديرمال ريجز والديرمال كلي شابكين مع بعض على هذا الترتيب. شو أهمية هذا الحكي؟ أولا بزيد السيرفس إيريا أوف كونتاكت ما بين الإبيديرمس والديرمس، وبالتالي بقوي الجنكشن اللي ما بينهم. أيضا بزيد الدنسيتي أوف ميركل سيلز والميزنر كوربسلز، وبالتالي بتزيد التكتايل سنسيتيفيتي. راح نحكي نتكلم لاحقا، تكلمنا عن الميركل سيلز، راح نتكلم لاحقا عن الميسنر كوربسلز. لكن الفكرة باختصار انه انا لما ليش هذا الحكي بيكون very prominent مثل على سبيل المثال في الفينجر تيبس، لانه انا بحتاج اللايت تاتش يكون دقيق كثير في هاي المنطقة. فبالتالي هذا الحكي بيسمح لي انه الميركل سيلز يكونوا موجودين بكثافة عالية جدا في منطقة ضيقة. فبالتالي لما زدت عدد الميركل سيلز، الخلايا المسؤولة عن الإحساس، هاي الخلايا اللي تكلمنا عنها، لما زاد عددها في منطقة ضيقة جدا بزيد السنسيتيفيتي. أيضا reflection of this pattern on the surface increases the surface area of the grip of the hand or foot by increasing friction. أنت لو بدك تيجي تمسك أي شيء، محتاج في على الأقل يكون في شوية احتكاك ما بين إيدك وما بين مثلا كاسة المي اللي بدك تمسكها. فهذا الباترن انعكاسه على السيرفس اوف ذا سكن راح يزيد الاحتكاك ويمكنك انك تمسك بسهولة. ايضا الدكتس اوف سويت جلاندز راح نتكلم عنها لاحقا، راح تفتح على التوبس اوف سيرفس ابيديرمال ريدجز وعلى شكل سويت بورز. العرب فتحات السويت جلاند موجودة على الإبيديرمال ريدجز، على سطح الإبيديرمال ريدجز، وبالتالي نتيجة انه في عندي اصلا في عندي اخاديد طلوع ونزول. فتخيل انه في عندي خلية بتفرز او غدة بتفرز عرق على هاي الاخاديد وبتملاها بمادة سائلة اللي هي السويت. فبالتالي اي سوفت سيرفس، اي سموث سيرفس، سطح ناعم راح امسكه راح اطبع بصمتي عليه، بصمتي راح تيجي وتعلم على هذا السيرفس. لما اجي امسك مثل ما حكينا سموث اوبجكت راح بصمتي اتركها عليه، ولانه الباترن اوف ذيس ريدجز جينيتيكلي ديترمايند راح الاقي انه هذا الحكي راح يساعدني اللي هو تعرف البصمات او اني اتعرف على الاشخاص المختلفين من خلال بصماتهم. ليش؟ لانه كل شخص الدي ان اي تاعه يختلف عن الاخر، فبالتالي راح الاقي توزع هاي الاخاديد مختلف من شخص الى اخر. هاي الصورة بتوضح ال epidermal ridges. هاي الميسنر كورباسل اللي راح نتكلم عنها لاحقا، هيها. طيب الآن خلينا نتكلم عن الديرمس. كل هذا الحكي كنا نتكلم عن epidermis، راح نتكلم بشكل مختصر عن الديرمس. الديرمس هي connective tissue layer، راح ألاقيها under epidermis. أصلا الepidermis معناها فوق الديرمس، إذن شو في تحت الإبيديرمس؟ ديرمس هي variable in thickness، موجود thickest on the back.
الجلد في الظهر راح الاقي thickest الديرمس راح الاقيها thickest في الباك formed of two sublayers with indistinct boundary. هاي الديرمس بدنا نقسمها احنا نقسمها ل two sublayers بدون حدود واضحه لتقسيمنا، لكن احنا قسمناهم ل papillary region و reticular region. papillary region يعني جاي جهه الديرمال بابيلا اللي شاركت في الانترديجيتيشن، هاي جاي ناحيه الديرمال بابيلا يعني السوبرفيشال بارت بنسميه بابيلاري ريجن، سوبرفيشال بارت اوف ديرمس اللي هو كورسبوندنج تو ديرمال بابيلي، مكون من لوس اريولار كونكتيف تيشيو، بيحتوي على بلاد كابيلاري لوبس زي ما احنا شايفين، وعندي ليمفاتيك فيسلز ونيرفز والمايسنر كوربسل اللي بتساعدني في التتش راح نتكلم عنها لاحقا. هاي بالنسبه لمكونات البابيلاري ريجن، قلنا هي جاي ناحيه البابيلي، وقلنا عن مكوناتها مكونه من كونكتيف تيشو لوس وليس دنس كونكتيف تيشو، لوس كونكتيف تيشو. المنطقة الثانية اللي هي بتشكل بقية الديرمس بنسميها reticular region، هي thicker و deep part of the dermis. إذا حكينا عن superficial part بنسميه papillary region، بينما deep part بنسميه reticular region، مكون من dense collagenous irregular connective tissue. إذا هون connective tissue dense و irregular، مكون من الكولاجين. تحتوي أكيد الكولاجين والإلاستيك فايبرز، عشان هيك أصلاً سميناها ريتيكيولر شبكية يعني. فيها أيضاً ليمفاتيك وبلد فيسل بليكسسز، فيها سنسوري ريسبتورز ونيرفز، وفيها هير فوليكل، فيها المسل اللي سميناها ريكتور بيلي مسل، وفيها جلانز راح نتكلم عنهم كلياتهم لاحقاً. هذا تطبيق يعني إن شاء الله لما تنزلوا على الجراحة راح تلاحظوا إنه اتجاه الجرح اللي بيعمله الجراح ما بيكون عشوائي، وإنما بيستفيد من معلومة راح نحكي عنها الآن، اللي هي في مناطق معينة في البادي الكولاجين فايبرز الموجودة في الريتيكولر ريجن اوف ذا ديرمس بيكون لها اورينتيشن معين، وهاي يعني الصورة بتلخص لنا تقريبا الاورينتيشن في مختلف أنحاء البادي. يعني هذا يعني بكون لها اورينتيشن اتجاه معين نتيجه انه في عندي ناتشورال تنشن ناتج عن عده عوامل. على سبيل المثال في عندي بوني بروجكشن، في عظمه بارزه فشدت الجلد باتجاه معين، في عندي ماسلز معينه ماشي باتجاه معين فشدت السكن باتجاهها، في موفمنت اوف ذا جوينت، كلها هاي بتعمل لي تنشن لاينز، بكون في عندي اتجاه شد هاي الفايبرز باتجاه معين. فوجدوا انه لو بدي اعمل سيرجيكال انسجن، الجراح بده يجي يعمل جروح، اذا عملته بارالل للتنشن لاينز راح الاقي فاستر هيلينج وليس سكارينج، وهذا شيء مهم جدا. لما اجي اجرح على سبيل المثال جرحت بخط موازي لخطوط التنشن لاين بمشي معاها بنفس اتجاهها وبسايرها، وجدوا انه الهيلينج راح يكون اسرع وبدون ما يترك سكارز واضحه، بينما لو جرحت عكس التنشن لاين التنشن قاعد بشد الجرح من الاتجاهين وببعده بيمنعه انه يتعافى بشكل سريع وبالتالي بترك سكارز. هاي تطبيق عملي مهم. طيب بالنسبه للفاسكولار بليكسسز اوف ذا ديرمس، في عندي تو بليكسسز راح الاقيهم في الديرمس، بليكسس بنسميه سب بابيلاري و بليكسس ثاني بنسميه ديب ديرمال بليكسس. السب بابيلاري من اسمه لوكيتد ما بين البابيلاري والريتيكولار ريجن اوف ذا ديرمس، تحت البابيلاري ريجن، ما بينها وما بين الريتيكولار ريجن، منه راح يطلع طبعا كابيلاري لوبس راح تمشي في الديرمال بابيلي حتى توصل نيوتريانس للإيبي ديرمس. يعني إن شاء الله إنه في صورة بتوضح هذا الحكي، راح يطلع كابيلاري لوبس ويدخلوا على الديرمال بابيلي حتى يوصلوا للإيبي ديرمس.
بالمقابل في عندي deep dermal plexus هذا located deeper في الديرمس. في عندي طبعا several arteriovenous shunts موجودين ما بينهم, وفي عندي anastomosis ما بين two plexuses وهو مهم حتى أعمل thermoregulatory function of the skin. هاي الصورة بتوضح لنا الحكي. في عندي subpapillary plexus هذا السهم, ومثل ما احنا شايفين طالع منه لوبس حتى للديرمال بابيلي حتى تغذي الإبيديرمس الطبقة العليا من السكن, وعامل أناستوموسز مع بليكسس آخر اللي هو سمينا الديب ديرمال بليكسس فيما بينهم أناستوموسز. هذا الأناستوموسز مهم جدا راح نتكلم عن أهميته الآن. قلنا في الكولد كونديشن البلد فلو للسب بابيلاري بليكسس منقلله حتى نقلل الهيت لوس. احنا محتاجين نحافظ على حرارة جسمنا, فمنقلل البلد فلو للسوبرفيشيال بارت اوف ذا سكن. بينما في الهوت كونديشنز راح الاقي البلد فلو للسببابيلر بليكسس زاد حتى يساعدني بالهيت لوس. في عندي ايضا ليمفاتيك فيسلز راح تبدا في الديرمال بابيلي وتكون تو بليكسسز لوكيتد وذ ذا بلاد فيسلز ماشي مع البلاد فيسلز. هاي الليمفاتيك فيسلز زي الصوره حطيناها بس عشان نذكركم انه برضو في ليمفاتيك فيسلز. طيب بالنسبه للنيرف سبلاي والسنسوري ريسبتور, في عندي افرنت سنسوري نيرفز راح تدخل السكن وتنتهي بالابيثيليال والديرمال ريسبتورز. في عندي ريسبتورز موجودين في الابيثيليوم وفي الديرمال اريا. في عندي سويت جلاندز ريكتور بايلي مسل وبلاد فيسلز ار سبلايد باي بوست جانجليونيك سيمباثيتك نيرفز. اذا في عندي السيمباثيتك سيستم البوست جانجليونيك نيرف راح يجي ويغذي لي السويت جلاندز, وهذا فعليا انا محتاجه. لو تفكر في وظيفه السويت جلاند, انا خلال السيمباثيتك اكشن محتاج السويت جلاند تشتغل. والاريكتور بايلي مسل هاي العضلة راح نشوف لاحقا شو وظيفتها, لكن مبدئيا هي العضلة المسؤولة عن انتصاب الشعر. الشعر بوقف من خلال هاي العضلة. والبلد فيسلز ايضا برضو محتاجها, فبالتالي انا السيمباثيتك نيرف سيستم لازم يشتغل. ونو باراسيمباثيتك نيرف سبلاي للسكن مثل ما بنعرف ما فيش باراسيمباثيتك سبلاي. Due to its large surface area and external location, skin function as receiver of various stimuli from the environment. أكيد السكن هي حكينا هي الطبقة الخارجية من الجسم, فهي اللي راح تستقبل المنبهات الخارجية اللي بتتلقاها من البيئة المحيطة. في عندي أنواع متعددة من السنسوري ريسبتورز ممكن ألاقيهم في السكن. بعضهم encapsulated يعني في حواليه كابسول من جلايا او كولاجين بتغطي, وبعضهم ان انكابسولاتد ما في حواليه اي شيء. وهاي الصوره بتلخص لنا بعض الانواع اللي راح نتكلم عنهم. راح نبدا في البدايه نتكلم عن ان انكابسولاتد, بعدين راح نتكلم عن الانكابسولاتد. الان انكابسولاتد هم غير مغطيين بجلايال او كولاجينس كابسول من اسمهم. بيحتوا يعني عده انواع, نوع بنسميه تكتايل ديسك, وفي عندي الفري نيرف اندينجز, وفي عندي روت هير بليكسس. هاي الصوره على سبيل المثال هاي التكتايل ديسك, وفي عندي هاي الفري نيرف اندينج, وايضا الروت هير بليكسس هاي على جذر الشعر. التكتايل ديسك associated with the epidermal tactile او الميركل سيلز. هاي هو اللي كنا نحكي عنه لما شرحنا عن الميركل سيل الموجوده في ستراتم بيزالي. قلنا انه في نيرف طالع منها, فهاي التكتايل ديسك هي اللي بنحكي عنه. شو الفانكشن؟ قلنا لايت تاتش. هاي الصوره بتوضح لنا اللي كنا نتكلم عنه, هاي الميركل سيلز وهاي التكتايل ديسك. طيب الفري نيرف اندينجز في البابيلاري ديرمس واكستندينج انتو ذا لور ابيديرمال لايرز حتى ممكن توصل للطبقات الدنيا من الابيديرمس. بتستجيب للتمبريتشر والبين والاتشنج. هاي الفري نيرف اندينج حراره او الم او اتشنج
كلياته اللي فيه نيرف اندنجز راح تستجيب له. بين الروت هير بلكسس هو ويب اوف سنسوري فايبرز، شبكه من السنسوري فايبرز بتحيط باساسات الهير فوليكل في الريتيكولار ديرمس، وبتعمل ديتكشن لاي موفمنت اوف هير. احنا يعني لو جربنا لو واحد يعمل لايت تاتش على شعره من شعر جسمه راح يحس. هاي هي الروت هير بلكسس، عامله شبكه في المكان اللي تكلمنا عنه. هاي كانت الان انكابسوليت. بالنسبه للانكابسوليت اللي في حواليها كبسول، في عندنا اول شيء راح نتكلم عن المايزنر كوربسل، تكلمنا جبنا سيرتها كثير، وبعد هيك راح نتكلم عن اللاميليتد او الباسينيان كوربسلز وروفيني كوربسل وكراوس اند بلبس. طيب المايزنر كوربسلز الليبتيكال ستراكشر، بيضاويه الشكل، موجودة في الديرمال بابيلي، موجودة في هذا الكهف أو السبيس الموجود اللي سميناه الديرمال بابيلي. Perpendicular to the epidermis، موازية للإبيديرمس. الإبيديرمس إذا بتلاحظوا خلايا ماشية بشكل أفقي، بينما هو هاي البيضة جاي بشكل عمودي عليهم. Perpendicular to it. مكون من fibrous capsule، في عندي كابسول يعني ان شاء الله مبينه هون، في عندي فايبرس كابسول هون بتحيط بهاي الكوربسل. ايضا في عندي سيفرال، خلينا نحاول نستخدم القلم، هاي الكابسول هون، وفي عندي سيفرال فلاتند شوان سيلز، هاي شوان سيلز مصفطه از لاميلي، بيمشي ما بينهم بيمشي ما بينهم النيرف فايبر، انمايلينيتد نيرف فايبر، بيمشي ما بين هاي طبقات الشوان سيلز حتى يوصل التيب اوف ذا ريسبتور، حتى يوصل راس الريسبتور فوق. هاي المايزنر كوربسلز ريسبونسبل فور ذا سنسيشن اوف لايت تاتش، مسؤوله عن اللايت تاتش. هي نيوميروس، موست نيوميروس في الفينجر تيبس بالمز اند سولز، وهذا متوقع ومعقول جدا لانه محتاجين to detect light touch. هاي المايسنر كوربسل، صورة جميلة للمايسنر كوربسل. طيب بعد هيك راح نتكلم عن اللاميليتد او الباسينيان كوربسل. هي large oval structure located deep في الريتيكولار ديرمس، اذا هاي كانت موجودة في الديرمال بابيلي فوق جهة الابيديرمس. هاي مثل ما احنا شايفين الديرمال بابيلي، بينما الاشي اللي هسا قاعدين نحكي عنه اللاميليتد او الباسينيان، لاحظوا انها كيف موجودة ديب. large oval structure مثل ما حكينا موجودة في الريتيكولار ديرمس وفي الهايبو ديرمس حتى. مكونة من fibrous capsule، هاي الصورة بتوضح لنا، في عندي outer capsule fibrous capsule، بعدك في عندي layers of connective tissue within which there is several concentric layers of flattened Schwann cells. هاي الصورة بتوضح لنا الطبقات الكونكتيف تيشيو اللي فيها فلاتند شوان سيلز، ان شاء الله انها واضح. في عندي طبعا سنسوري فايبر موجود في المنتصف، هي ريسبونسبل فور ذا سنسيشن اوف ديب تاتش بريشر اند فايبريشن. هي موجوده ديب، فبالتالي هي حتى نحفظها مسؤوله عن الديب تاتش وعن البريشر وعن الفايبريشن. ممكن الاقيها في other organs. طيب روفيني كوربسلز، روفيني كوربسلز elongated fusiform structure. fusiform يعني مغزلية الشكل، يعني شكلها زي الخيطان هيك، زي المغازل هاي، طلعوا كيف متوسعة هيك من الأطراف، إلها طرفين متوسعات. elongated fusiform structures موجود في الديرمس، مكون من thin capsule، الكابسول thin هون، مثبتة للsurrounding tissue، ومن جوا في عندي fluid، fluid filled interiorly، و unmyelinated axon that branches profusely inside the capsule. طلع كيف عمل branches واسعة جدا داخل الكابسول هاي المليانة fluid. هاي respond to stretch. إذا روفيني كوربسل respond to stretch. روفيني كوربسلز مسؤولة
عن الستريتش، بتحس في الستريتش. اخر شيء نتكلم عن الكراوس اند بلبس، هي اوفويد ستراكشر مثل ما احنا شايفينها، اكستريملي ثين كابسول، فيري ثين كابسول هون، فاوند ان سكين اوف بينس كليتوريس وسيفرال ميوكس ممبرين، موجوده في البينس وفي الكليتوريس والايبي انيوريوم اوف نيرفز، مسؤوله عن الفايبريشن، بتحس بالفايبريشن. هاي الصوره بتوضح لنا شو هو الابينيوريوم، النيرف لو مسكت نيرف ودرسته تشريحيا راح الاقي الاوتر موست لاير هي الايبي انيوريوم، موجوده فيها الكراوس اند بلبس. طيب الان تكلمنا عن الديرمس، خلينا نتكلم عن السبكوتينيس لاير او الهايبو ديرمس. هي لوس وفاتي كونكتيف تيشيو، اكيد مليانه فات، بتثبت السكن للأندرلاينج تيشيو، وفيها أديبو سايتس، أكيد مدام فيها فات فيها أديبو سايتس وفاسكولر بليكسس. شو وظيفة هاي الطبقة وليش نحكي عنها؟ هي بتمكن السكن إنه تعمل سلايدينج أوفر أندرلاينج ستركتر، السكن تعمل سلايدينج وزي بتزحلق على الأندرلاينج ستركتر. الفات الموجود في هاي الأريا أكيد مسؤول عن الإنرجي ستورج، وبيشتغل كإنزوليتر عازل وشوك أبزوربر، لو الإنسان تعرض لأي ضربة بيعمل أبزوربشن لهاي الشوك. The rich vasculature enables rapid intake of drugs injected into this layer. أي درج بدي أعمله إنجكشن في هاي الطبقة، فأكيد سمعنا كلياتنا عن subcutaneous injections. فليش احنا بنعطيها؟ لانه في عندي فاسكولاتشر ريتش، فاسكولاتشر هون موجوده في هاي المنطقه. طيب خلينا نتكلم الان عن الهير. هيرز ار ايلونجيتد كيراتينايزد ستراكشرز ديرايفد فروم ايبيديرمال انفاجينيشن. اذا الهير عباره عن ايبيديرمال انفاجينيشن، هاي الابيديرمس الطبقه اللي فوق صار لها انفاجينيشن، دخلت نزلت لتحت كونت لي ال الهير. إذن الهير derived from epidermis found throughout the body باستثناء مناطق معينة زي البالمز، السولز، اللبس، الجلانس بينس، الكليتوريس والليبيا ماينورا. هاي المناطق أكيد مش رح ألاقي فيها شعر. هير distribution رح يختلف نتيجة عدة عوامل، أول عامل وأهمها الجينيتيك فاكتور، أكيد كل شخص في جينات بتحدد إنه الشعر يطلع على لحيته بأي توزيع، على فروة راسه بأي توزيع. الجينيتك فاكتور مهم. الجندر أكيد الميل مش زي الفيميل، في مناطق للميل وفي مناطق للفيميل. والريجن أوف بادي أكيد مش كل مناطق البادي نفس الإشي. شو وظيفة الشعر؟ بروتكشن هير أون هيد، بحمي السكالب، الآي لاشز والآي بروز بحمو الآي. هاي أول فانكشن إذا البروتكشن. ثاني فانكشن بقلل الهيت لوس، بمنع أو بقلل الهيت لوس. ثالث فانكشن هي السنسيشن أوف لايت تاتش، مثل ما حكينا إنه أنا لو حركت شعرة في جسمي فأنا راح أحس، راح أنتبه. شو أجزاء الشعرة؟ في عنا الشافت وفي عنا روت. الشافت اللي هو الجزء المبين الظاهر من الشعرة، والروت اللي هو الجذر المش مبين الموجود في السكن. الشافت إذا ما حكي أنت ما حكينا superficial part of the hair بيمتد beyond the surface of the skin، بينما الروت هو deeper part of the hair اللي بوصل down into the dermis، محاط طبعا بالهير فوليكل. الهير فوليكل بتحيط بالروت، راح نتكلم عنها. The hair is formed of three concentric layers. الهير نفسها لو جبت الشعرة وقصيتها كروس سكشنال وطلعت داخلها راح الاقي ثلاث طبقات كونسنتريك لايرز. في الوسط في عندي الميدلا، هي الانر موست لاير، لارج فاكيوليتد سيلز، مو يعني مفرغه. بعد هيك في عندي الطبقه اللي الخارج منها مباشره الكورتكس، هي الميدل لاير، مكونه من كيوبويدال سيلز. اخر شيء في عندي الكيوتيكل. الكيوتيكل يعني الغلاف او الغلاف الخارجي للشعرة، هو الأوتر موست لاير، مكون من heavily keratinized squamous cells مرتبات بترتيب بنسميه shingles on house roof. هذا الترتيب زي الكرميد على أسطح البيوت. هاي بتلاحظوا كيف الخلايا
السكويموس سيلز، الريتينال سكويموس سيلز مرتبة بهذا الترتيب. طيب هاي بالنسبة للشافة. بالنسبة للهير فوليكل هو داونورد اكستنشن للإبيديرمس سراوندز ذا هير روث، بحيط بالجذر تاع الشعرة، اشي بنسميه الهير فوليكل. مكون من الداخل للخارج، احنا ماشيين بالترتيب من الداخل الى الخارج. في عندي الداخل ابيثيليال روت شيث، بعدك في عندي جلاس ميمبرين، في عندي ديرمال روت شيث. هاي الصورة بتوضح لي هاي الهير فوليكل، الهير فوليكل وبطبقاته. في عندي روت شيث، ابيثيليال روت شيث، جلاس ميمبرين وديرمال روت شيث. هاي لو طلعنا ركزنا هون موضحين الثلاث طبقات. طيب الإبيثيلي الروتشي أكيد هو من الإبيديرمس ومكون من تو لاير، إنترنال وإكسترنال روت شيث. شو الفرق بينهم؟ إنه الإنترنال disappears above the level of the attached sebaceous gland. هاي الجلاند اللي هون رح نحكي عنها لاحقا نسميها sebaceous gland. الإنترنال شيث موجود فقط في المستوى اللي تحتها، فوقها ما راح ألاقي الانترنال روت شيث، هذا اللي مأشرين عليه هون. مثل ما بتلاحظوا فوق السبيشيس جلاند مش راح ألاقي الانترنال روت شيث. طيب بينما الاكسترنال روت شيث extends to the epidermis to become continuous with the stratum basale and spinosum. الاكسترنال external root sheath هيو مثل ما بتلاحظوا بيمتد وبيكمل في الإبيديرمس، بيشبك مع الستراتم بيزالي والسباينوزم. هاي أول طبقة كانت الإبيثيليال root sheath، قلنا في عنا internal وفي عنا external. طيب الجلاسي ممبرين thickened basement membrane that separates the epithelial والدرمال root sheath. هاي الجلاسي ممبرين بين هذا الأحمر بفصل ما بين الشيث والديرمال روت ما بين الإبيثيليال والديرمال روت شيث. طيب الديرمال روت شيث آخر إشي اللي نحكي عنه هو الأوتر موست derived from the connective tissue of the dermis. إذن connective tissue of the dermis آخر إشي راح تكون لآخر طبقة، هاي الطبقة الخارجية اللون الزهري قاعدين نحكي عنها، هي كونكتيف تيشو شيث والديرمال روت شيث. ايش سميناها الديرمال؟ لانه قلنا هي derived from connective tissue of the dermis. هاي الصورة ايضا بتوضح لي الطبقات. في عندي الهير بلب او الهير فوليكل، في عندي طبقات بالترتيب اللي تكلمنا عنه، في الاوتر روت شيث، وفي عندي الانر روت شيث اللي باللون الاخضر. ولاحظوا انه الانر روت شيث ما بتجاوز وما بيطلع فوق مستوى هاي الجلاند اللي سميناها السبيشيس جلاند. هاي الصورة جميلة يعني. The lower part of the hair follicle is expanded to form the hair bulb. هذا الهير فوليكل اللور بارت منها بنسميه الهير بلب. This hair bulb is invaginated by the hair dermal papillae which contains loose areolar connective tissue و blood vessels اللي بغذوا الهير. أكيد لاحظنا إنه في blood vessels بغذوا الهير. وبيحتوي الهير ماتريكس اللي مكون من الكيراتينو سايتس continuous with the stratum basale of the epidermis. هاي الماتريكس مسؤولة عن الفورميشن اوف هير within the hair matrix. في عندنا ميلانوسايتس ايضا تعطي الهير الكلر. طيب خلينا نوضح هذا الكلام. في عندنا الهير بلب invagination موجود في اللور بارت اوف هير فوليكل. الهير ديرمال بابيلي راح تعمل invagination بلوز كونكتيف تيشو وبلود فيسلز. هاي البلود فيسلز بتغذي الشعرة، وفي عندي هون هير ماتريكس مثل ما بتلاحظوا هون عندي الهير ماتريكس. هاي الهير ماتريكس مكونة من الكيراتينوسايتس
اللي هي عبارة عن امتداد للكيراتينوسايتس أيضا الطبيعية الموجودة في السكن اللي موجودة في الستراتم بيزالي وفي الإبيديرمس. هاي الماتريكس هي مسؤولة عن إنها تكون لهذا الشعر وينمو الشعر. شو فيها هاي الماتريكس؟ عندنا ميلانوسايتس بتعطي الشعر لونه. ليش الشعر بيختلف في اللون؟ لأنه أيضا في الشعر أو في الماتريكس في الهير ماتريكس عندنا ميلانوسايتس مسؤولة عن إعطاء الشعر لونه، ومحاطة أيضا بالهير روت بليكسس. هاي الصورة بتوضح لنا البلب، وهاي الميلانوسايتس اللون الأسود بيوضح لنا الميلانوسايتس والديرمال بابيلي والماتريكس اوف هير، كيف الشعرة لها امتداد تحت وبتنمو. طيب اذا هاي لو اخذنا صورة للشعرة للهير شافت الشعرة نفسها قصيناها، راح الاقي من الداخل في عندي الميدلا، بعد هيك في عندي الكورتكس، بعد هيك الكيوتيكل، بعد هيك راح الاقي الهير فوليكل. الهير فوليكل ستراكشر راح الاقي الابيثيليال روت شيث انترنال واكسترنال، وراح الاقي جلاسي ممبرين، وراح الاقي ديرمال روت شيث، يقولن هذا من الديرمس. هذا لو قصينا على هذا الليفل مثل ما احنا شايفين. وهذا الاكسبانشن هو بنسميه الهير بلب، عشان هيك بنسميها بصيلة الشعر، يعني تصغير بصلة زي البصلة شكلها هير بلب. وهذا الكروس سكشن اللي تكلمنا عنه. طيب الان راح نتكلم عن هاي العضله اللي جبنا سيرتها اكثر من مره، الاريكتور بادي ماسل. معناها هي اريكتور يعني اريكتور، تعمل اريكشن بايلي للشعر. هي يعني هي العضله اللي بتعمل الانتصاب للشعر. هي بندل اوف سموث ماسلز، هي عضله غير اراديه اكيد. سموث ماسل سيل اكستندز فروم سوبرفيشال بارت اوف ذا ديرمس للديرمال شيث اوف ذا هير. شايفين امتدادها كيف؟ الديرمال شيث اوف هير فوليكل للسوبرفيشال بارت اوف ذا ديرمس. هاي السوبرفيشال بارت اوف ذا ديرمس هون، هذا السوبرفيشال بارت اوف ذا ديرمس تمتد حتى توصل ل الديرمال شيث المحيط بالهير فوليكل. اندر ستريسفول كونديشنز، اي ستريس بيصير، على سبيل المثال كولد، المصل راح تعمل كونتراكشن وبتسحب الشعرة بحيث الشافت becomes perpendicular عمودي على السيرفس، وبلجينج ذا سكين اراوند ذا هير بتشكل لنا شيء بنسميه جوز بامبس. This helps to warm the body، لكن هي not very important in humans، هي مهمة اكثر في الانيمال. هاي الصورة بتوضح لنا الجوز بامبس، شايفين كيف بصير في عندي انتصاب للشعر وبصير في عندي زي بلجينج في السكن. هاي الجوس بامب بلجينج في السكن، اكيد كلنا لاحظناه. طيب نتكلم سريعا عن الهير جروث، كيف تنمو الشعره. هي سايكليكال، في عندي دوره حياه للشعره، لكن هي اسينكرونس، غير متزامنه وفي نفس الوقت لا، يعني كل مش كل الشعر بنمو بنفس الريت، و من ريجن لريجن بيختلف، ومش كل الشعر في نفس الريجن بيكون قاعد في نفس الدورة. يعني انت ما بيجيك على سبيل المثال اسبوع بالشهر بكت في كل شعرك، بعدين برد ينمو الشعر كلياته من اول وجديد في دورة متصلة، وانما كل شعرة ماشية بدورتها الخاصة فيها. طيب الفيزز، فيز نسميها الاناجين، فيز نسميها الكتاجين، وفيز نسميها التلوجين. الاناجين يعني طور نمو ابتدائي، بداية long period of mitotic activity and growth، الشعرة بتكون قاعدة بتنمو في هاي البيريد اللي نسميها الأناجين، أنابوليزم يعني قاعدين نعمل بناء في هاي الفترة. الكتاجين هي brief period بيصير فيها arresting، بوقف النمو، والهير بلب ببلش يصغر مثل ما احنا شايفين. التيلوجين a long period of inactivity in which the hair may be shed، خلالها بتسقط هاي الشعرة
وبنبدأ دورة جديدة مثل ما احنا ملاحظين في هاي الصورة. إذن في عندنا أناجين، كاتاجين، وتيلوجين. طيب الآن نتكلم عن السبيشيس جلاند اللي جبنا سيرتها أكثر من مرة. هي سيمبل برانشت أسينر هولوكراين جلاند. شو معنى هذا الحكي؟ سيمبل وبرانشت، هاي الصورة بتلخص لنا يعني أو بتراجع لنا أنواع الجلاندز. سيمبل برانشت وان دكت، ولكن في أكثر من برانشت. السبيشيس جلاند هي من نوع سيمبل برانشت أسينر هولوكراين جلاند. هولوكراين يعني لما تيجي تفرز المواد تاعتها ممكن انه ديد سيلز ايضا تفرز في الماده اللي بتفرزها، يعني السيل نفسها كامله ممكن تطلع كافراز من افرازات هاي الجلاند. موجوده وين؟ في الانجل اللي جاي ما بين الاركتور بايمسل والهير فوليكل. خلينا نشوف الصوره. مثل ما احنا ملاحظين في هاي الصوره، هاي الزاويه اللي بتجمع ما بين هاي العضله الاركتور بايمسل والهير فوليكل هي موجودة في الزاوية ما بينهم، هاي السبيشيس جلاند. مع الهير فوليكل، يعني السبيشيس جلاند والهير فوليكل مع بعض بيكونوا يونت بنسميها البايلو سبيشيس. بايلو يعني لها علاقة بالهير، وسبيشيس يعني لها علاقة بالسبيشيس جلاند. بايلو سبيشيس يونت derived from the same stem cell بيكونوا لي يونت بنسميها بايلو سبيشيس يونت. هاي السبيشيس جلاند موجودة في ال most regions of the body. الهايست density موجودة في الفيس والسكالب، لكنها غير موجودة في البالمز والسولز. الدكت opens into the hair follicle، بينما في الهيرلس regions على سبيل المثال الايلدز، النيبلز، البينس، الكليترس، الدكتس راح تفتح دايركتلي على الابيديرمال سيلز. يعني المناطق اللي ما فيها شعر راح تفتح دايركتلي على السكن، بينما المناطق اللي فيها شعر راح نلاحظ انه الدكت بتفتح على الهير فوليكل مش على السكن مباشره، تفتح على الهير فوليكل. سكريشن اوف ذيس جلاندز از كولد سيبوم، هذا بنسميه سيبوم. سيبوم يعني اويل او يعني فات. It's mainly formed of lipids. The cells that produce it are called sebocytes. Cell تنتج سيبوم بنسميها سيبوسايت. هذا السيبوم مكون mainly من lipids مثل ما حكينا. شو وظيفة هذا السيبوم؟ Helps maintain the stratum corneum والهير شافت، وإله antibacterial effect أيضا. إذن بحافظ على الستراتم كورنيوم والهير شافت وإله antibacterial افكت. هذا وظيفة السبيشيس جلاند، حتى نعرف فيه السبيشيس جلاند شو وظيفتها. هاي الصورة هو متوضح البايلو سبيشيس يونت مثل ما حكينا، بايلو وسبيشيس. هون عندنا الهيستولوجيكال ابييرنس اوف ذا سبيشيس جلاند. لاحظوا عندنا الكابسول المحيطة بهاي الجلاند، في عندي كابسول محيطة، وفي عندي هون الخلايا اللي بتلاحظوا بيضة. ليش بيضة؟ لأنه أديبوسايت فيها فات. عفوا مش أديبوسايت، سيبوسايت لأنه فيها تفرز سيبو. طيب هون حالة مشهورة جدا هي الأكني فولجاريس أو حب الشباب. هي إنفلاماتوري ديسوردر بصير في البايلو سبيشيس يونت. شو الفكرة؟ الفكرة انه في عندي اكسسيف كيراتينايزيشن وسيبوم برودكشن في هاي اليونت. يونت معينة صار فيها كيراتينايزيشن زيادة عن اللزوم وصار فيها برودكشن اكسسيف برودكشن، هذا بسكر لي الدكت وبمنع بتراكم، بخلي السيبوم يتراكم داخل هاي الجلاند. بالتالي بصير في accumulation of sebum، هذا ممكن يصير في infection ويظهر الحالة اللي نسميها الأكني فولجاريس أو حب الشباب. طبعا ليس من حب الشباب لأنه هو mostly during adolescence مرتبط بهاي المرحلة العمرية. إيش المتهم الرئيسي اللي بيتهموا العلماء؟
إشي مسميه ديمودكس فوليكيولرم. سمول مايت، عثة صغيرة زي هيك، بتعيش بشكل طبيعي في الهير فوليكل وبتتغذى على الديد سيلز اوف وعلى السيبوم. هي غذائها اصلا على السيبوم والديد سيلز، هاي العثة. يعتقد انه هي مسؤولة عن بعض السكين ديسوردرز، لكن فيش اشي مثبت الى غاية اللحظة. الان نتكلم عن السويت جلاندز. السويت جلاندز هي لونج ايبيديرمال انفاجينيشن، ايضا برضو مشتقة من الابيديرمز، وهذا حكيناه في بداية المحاضرة. هي simple coiled mirocrine glands of two types. هاي mirocrine، مش holocrine اللي هيك انه كانت الخلايا نفسها تفرز، انما هاي mirocrine by exocytosis، بتطلع اللي بدها تطلعه. و simple و coiled، اذا بتتذكروا نرجع على هذا الشكل، كان في بعضهم simple coiled زي هاي الصورة، simple وملفوفة نسميها simple coiled. في عنا نوعين، نوع نسميه الإيكراين سويت جلاند، ونوع نسميه الأبوكراين سويت جلاند. الإيكراين موجودة all over the body، لكن بكثافة عالية في البالمز والسولز. تلعب دور مهم جدا في الثيرمو ريجوليشن، وإلها اكسكريتوري فانكشن، بعض الفانكشنز الاكسكريتوري فانكشن. ايش اللي بيعمل عليها كنترول؟ هي السيمباثيتك نيرفس سيستم. وبتبدا وظيفتها هاي الايكراين سويت جلاندز من لحظه الولاده بتكون شغاله عادي، لانه الان راح نيجي نقارنها مع النوع الثاني. The secretory portion has a small lumen with a stratified arrangement of cells. الجزء المسؤول عن السكريشن small lumen و stratified cells، في أكثر من طبقة من الخلايا، بينما ال coil duct lined by two layers of more eosinophilic epithelial cells، مليانة ميتوكوندريا. هاي الدكت إيش تعمل؟ بتعمل إعادة امتصاص للصوديوم حتى تمنع أنك تخسر الصوديوم بشكل كثيف. بتفتح على السيرفس اوف ذا سكن، على في شيء بنسميه السويت بورز او فتحات للتعرق الموجوده في الجلد. هاي الايكراين سويت جلاندز، هاي هي يعني غالبا لما نيجي نحكي عن سويت جلاندز نكون نقصدها. شو الخلايا المكونه لها؟ في خلايا نسميها دارك سيل، وخلايا نسميها كلير سيلز، وخلايا نسميها مايو ابيثيليال سيلز. خلينا راح نرجع لهم، لكن خلينا نروح على النوع الثاني قبل هيك. النوع الثاني بنسميه الابوكراين سويت جلاندز، موجودة تحديدا في الأكزيلري والبرينيال ريجنز. بتحكم فيها أيضا سيمباثاتيك نيرفس سيستم والسكس هرمونز. السكس هرمونز بيلعبوا دور فيها. بتصير فانكشنال، يعني بتأدي وظيفتها بشكل تام وكامل بعد البيوبرتي، بينما هذيك كنا نحكي إنها من لحظة الولادة شغالة. سيكريتوري بورشن فيها لارج لومن وسيمبل كيوبويدال سيلز. السيلز هون سيمبل. الدكت راح تفتح على الهير فوليكل نير ذا ابيديرمس. بروديوس فيسكس بروتين ريتش سيكريشن. ايش بتنتج؟ بتنتج السائل اللي بتفرزه فيسكس، يعني لزج ومليان بروتين. ممكن ايضا تفرز شيء بنسميه الفيرمونز، لكن ان ريديوست مانر. في الحيوانات الفيرمونز مهمه جدا، انه الحيوانات تتعرف على بعضها من خلال الرائحه. في الانسان مش كثير متطوره هاي الاليه، لكن ممكن تفرز بعض الفيرمونز. The secretion of these glands is odorless. اذا الرائحه اللي ممكن نشمها هي مش رائحه العرق الموجود في منطقه الاباط، وانما البكتيريا اللي شغاله على هذا السكريشن. في بكتيريا بتيجي بتشتغل، والميتابولايت اللي الناتجه هي اللي لها ريحه، اللي بنسميها البادي ادر او ريحه الجسم. ملاحظه مهمه جدا، انه لما اكتشفوها في البدايه هاي الابوكراين سويت جلاندز، كانوا يعتقدوا انها ابوكراين، لكن لاحقا اكتشفوا انه هي فعليا بتفرز
عن طريق الميروكراين ما بتختلف عن هذيك ابدا، وايضا هي بتفرز ميروكراين، لكن صاروا مسمينها فظلت التسميه عالقه فيها انها ابوكراين جلاند، لكن هي ميروكراين وما غيروا الاسم. طيب خلينا نرجع او خلينا نتكلم. هاي الصوره توضح لنا الفرق بين هاي الابوكراين جلاند كيف تفتح والايكراين كيف تفتح على سويت بور على السكين. هذا الجدول مهم جدا للمقارنة، انه الايكراين جلاند موجودة في كل اجزاء الجسم وخاصة في البالمز والسولز، بينما الابوكراين موجودة في الاكزيلري والبرينيال ريجن. الايكراين مكون من سيمبل كويلد والابوكراين ايضا سيمبل كويلد. السكريشن في الايكراين ووتري بينما في الابوكراين فيسكاس مثل ما حكينا. الثنتين الميثود اوف سكريشن تاعهم ميروكراين. السكريتوري بورشن في عندي في الايكراين سمول لومن، ليش؟ لانه في عندي ستراتيفايد ايبيثيليوم، في عندي اكثر من طبقه من الايبيثيليوم، بينما في الابوكراين في عندي لارج لومن وسيمبل ايبيثيليوم. الايكراين يوجوالي بتفتح على سيرفيس اوف ذا سكن، بينما الابوكراين بتفتح على الهير فوليكل. الثنتين واصلهم نيرف سبلاي، لكن الايكراين نيرفس كولينيرجيك، بينما الابوكراين نيرفس ادرينيرجيك، بالاضافه للهرمونز. احنا حكينا السكس هرمونز ايضا بيلعبوا دور. متى بتبدا شغلها؟ الايكراين من لحظه الولاده، بينما الابوكراين بعد البيوبرتي. شو وظيفتها؟ الايكراين اكيد كلنا الغده اللي بنعرفها اللي هي الثيرموريجوليشن والاكسكريشن. الابوكراين ستيمولييتد ديورينج ايموشنال ستريس، اي ايموشنال ستريس ممكن يصير لها ستيمولييشن. طيب الان نرجع نتكلم عن الانواع الخلايا اللي ممكن الاقيها في الايكراين سويت جلاندز. في عندي سيل دارك بسميها دارك سيل، في عندي سيل كلير بسميها كلير سيلز، في عندي مايو ابيثيليال سيلز. دارك سيلز انفيرتد كون شيب سيلز ريتش ذا لومن بات دو نوت ريست اون ذا بيزل لامينا. هاي الصوره مهمه خلينا نشرح عليها. هاي الدارك سيل مخروط لكن مشقلب، ممكن توصل للبيزل ممكن ما بتوصل للبيزل لامين، عفوا توصل اللومن لكن ما بتوصل البيزل لامين. هاي اللومن نص هون عند كلمة إلكترولايت، لكن ما بتوصل البيزل لامينة تحت هذا الخط الزهري، ما بتوصل للبيزل لامينة. هاي الدارك سيل. السيتوبلازم بيحتوي ميتوكندريا وجولجي أبارتس ورف إندوبلازم ريتيكولم، علامات إنه الخلية نشيطة. The wide apical part is filled with strongly eosinophilic granules. إيش تفرز؟ تفرز لي glycoproteins by exocytosis للومن. عن طريق الexocytosis تفرز glycoproteins مثل ما إحنا شايفين الدارك سيل كيف أفرزت لي الglycoprotein. الكلير من اسمها كلير، هي pale staining with numerous mitochondria, microvilli and basal infoldings. نيمرس ميتوكوندريا، المايكروفيلاي والبيزل انفولدينجز راح تزيد السيرفس اريا. they do not reach the lumen. هاي بالعكس ما بتوصل لللومن. هاي الخلايا ما بتوصل لللومن اللي هي الكلير سيل، ما بتوصل لللومن. الانترستيشال فلويد from nearby dermis is taken up by these cells and released into intercellular canaliculi. وهذا السكريش they secrete the water والelectrolytes components of sweat. إذا هم مكونات العرق، المي والelectrolytes الموجودة في العرق هم المسؤولين عن إفرازها. هاي الخلايا بتسحب الinterstitial fluid من الديرمس، بتسحبه وبتعمل له ريليز فالانترسيلولر كاناليكيولاي. هاي اذا بتلاحظوا ما بين الخلايا في انترسيلولر كاناليكيولاي تفرزه الفلويد اللي جابته من الديرمس، تفرزه هون حتى تغذي العرق بالسوائل والالكترولايتس. اخيرا في عندنا المايو ابيثيليال سيلز، هاي ريست اون ذا بيزل لامينا، وظيفتها هنا مايو ابيثيليال يعني عضليه، بتعمل كونتراكشن وبتدفع العرق باتجاه الدكت. الابوكراين تكلمنا عنها وتكلمنا قلنا تفتح على الهير فوليكل، بينما الايكراين تفتح على السكن. وهي جدول المقارنه، هاي الصوره
ايه بتلاحظ الابوكراين سويت جلاندز كيف فات على السيرفيس مثل ما حكينا. بي السكريتوري بورشن اوف اكراين سويت جلاندز وذ سمول لومن، هذا اللي كنا نتكلم عنه. اللومن كيف لاحظوا كيف صغير. دي الدكت، طبعا هاي الدكت هون، و سي سكريتوري بورشن اوف ابوكراين سويت جلاندز وذ لارجر لومن. الابوكراين لاحظوا كيف اللومن واسع في الابوكراين سويت جلاندز. طيب اخر شيء بدنا نتكلم عن النيلز، احنا تقريبا خلصنا عن هنا خلص. النيلز هم هارد بليتس اوف كيراتينايزد سيلز موجودين في الدورسال سيرفيس اوف ديستال فالنجز، اكيد كلنا بنعرف النيلز. اكسترنلي ذا نيل is formed of nail plate أو body surrounded by three skin folds. في عندي lateral skin fold two lateral، واحدة على كل جهة، وفي عندي distal three edge و one proximal fold. هاي one proximal fold two lateral folds هون على جانبي الأصبع، وفي عندي الفري إج اللي هو الجزء اللي من قصه من الأظافر ديستال فري إج. proximal part of the nail is the nail root، نسميه النيل root أو جذر الأظفر. covered by the proximal nail fold. تكلمنا قلنا إنه في عندنا proximal nail fold بيغطي الجزء اللي proximal اللي هو بنسميه النيل روت. at this fold في عندي الستراتم كورنيوم doesn't pass أو fold with the other layers of the epidermis but continuous distally over the nail as the eponychium. لاحظوا، خلينا نشرح على هاي الصورة. احنا قاعدين نطلع على الأظفر من الجنب، طلعوا هاي الفولد عملت فولد ونزلت تمام. فاللي كنا نحكي انه الستريتم كورنيوم ما عملت فولدينج مع بقية الطبقات، وانما كملت ديستري فوق النيل على شكل الايبونيكيوم او الكيوتيكل غطاء النيل. هاي الايبونيكيوم لاحظوا كيف انه كل الطبقات عملت فولد انثنت، بينما الإيبونوكيوم أو الكورنيوم ظلت مكملة على النيل وما كم عملت فولدينج مع بقية الطبقات. بإشي نسميه طبعا الإيبونوكيوم الغلاف اللي فوق النيل. The nail root is formed from the nail matrix derived from the epidermis. النيرف النيل روت جذر النيل مكون من شيء بنسميه النيل ماتريكس. النيل ماتريكس هي هاي السهم بيأشر عليها، هي المسؤولة عن نمو النيل. طبعا من مشتقات الإبيديرمس اتفقنا عليها. as more cells are added the root grows and the plate extends distally over the nail bed. كيف الأظفر بنمو؟ احنا قاعدين نضيف بنمو من هون من الـ proximal region وبدفع الخلايا distally لهذا الـ region، والخلايا اللي بتطلع طبعا احنا اللي هو الجزء اللي منقصه. the root grows and the plate extends distally فوق الـ nail bed. proximally in the nail plate we have a whitish area بنسميها لينولا. هاي الوايتش اريا اللي بنسميها لينولا. شو منوع اجى اللون الابيض؟ الوايت كلر comes from the opaque nail matrix under the lenula. في عندي nail matrix opaque under the lenula. the nail bed is thin formed of stratum basale and spinosum only. أيوة النيل بيد مكون فقط من الستراتم بيزالي والسباينوزم أولي، لذلك راح ألاقيها النيل بليت راح ألاقي سيمي ترانسبيرنت يعني شبه شفاف، وبالتالي أنا ممكن أشوف لون الدم
او الكلر اوف بلاد في الديرمال فيسلز من خلال النيل. اكيد لما ناخذ الفيزيكال اكزامينيشن في المستشفيات نطلع على اظافر المريض وبهمنا لون اظافر المريض. ليش؟ شو الاشي اللي بيسمح لي اني اشوف هذا الاشي؟ انه قلنا النيل بيد فقط مكون من الستراتم بيزالي والسباينوزم فقط، وبالتالي بكون عندي سيمي ترانسبيرنت، فانا ممكن اشوف لون الدم الموجود في الديرمال اير. اخيرا ديستري في الفري ايدج اوف ذا نيل ادرد تو فينجر تيب باي ا فولد، بنسميها الهايبونيكيوم. هايبونيكيوم هاي الطبقه اللي هون بتبته ديستري مع السكن. هيك احنا بنكون وصلنا لنهايه المحاضره، اتمنى اني اكون غطيتها بشكل جيد وسامحونا على التقصير والتاخر، لكن يعني صدقا كان في ظرف، وحتى هاي المحاضره يعني على التلفون، يعني ان شاء الله انه بقيه المحاضرات يعني الاناتومي راح يتم تصويرها بالشكل المعتاد وبجوده ممتازه ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه.